استضافت جامعة الشارقة فعاليات وأنشطة المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت جوتا جوتي للعام 2023 بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي وجمعية كشافة الإمارات. التفاصيل في التقرير التالي. بناء قادة الكشافة وتوفير علاقات قوية بين الكشافين تبنى على المحبة والأخوة والسلام هي جانب من اهتمامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهذا الاهتمام نراه منعكساً على أبناء الإمارة. فهنا في جامعة الشارقة انطلقت أنشطة المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت جوتا جوتي بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي وجمعية كشافة الإمارات، حيث يعد جوتا جوتي الحدث الكشفي الرقمي الإذاعي الأكبر في العالم. مثل هذه الأنشطة احنا دائما نشجعها لأنها تنمي قدرات الطالب على التواصل، تنمي على تنمية ذاته. مثل هذه اللقاءات بين الشباب يعمل نوع من الفكر لأهمية التطوع، أهمية القضايا المجتمعية. في أكثر من 2,000,000 شاب وفتاة يشاركون على مستوى العالم في هذا المخيم، أكثر من 171 دولة. طبعا هذا المخيم يعد مخيم سنوي لكي نعرف شباب العالم والفتيات بأنشطة جمعية كشافة الإمارات. جوتا جوتي يهدف إلى دعم الشباب من جميع الأعمار وتعريفهم بتكنولوجيا الاتصالات وتنمية هواياتهم في هذا المجال، مع ترسيخ قيم المواطنة العالمية وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والتجارب في المجال الكشفي، وهو ما لمسناه من الكشافين المشاركين في الفعالية. جوتا جوتي حقق لنا عدة أهداف، ومنها أهداف التنمية المستدامة اللي هي بالتعاون مع الأمم المتحدة، وطبعا أهم الأهداف اللي هي المساواة بين الجنسين وهو التعلم الجيد. هذا المخيم على الهواء والإنترنت يعني يضم بين أكثر من 2,000,000 شخص على مستوى العالم في المجال الكشفي، يبادل فيه البرامج والأفكار، يتم فيه اتصالات عبر الجهاز اللاسلكي. وخلال الحفل الختامي تبادلت جامعة الشارقة وجمعية كشافة الإمارات الدروع التذكارية احتفاء بأنشطة وفعاليات المخيم التي امتدت على مدار يومين، واجتمع فيها الكشافون والمرشدات معا عبر الإنترنت وعبر موجات الأثير لتعزيز التواصل فيما بينهم وليكونوا جزءا من صناعة التغيير للأفضل في مجتمعاتهم المحلية. إذن المخيم الكشفي العالمي فرصة للكشافة لإظهار مهاراتهم الكشفية وتكوين صداقات عالمية وتبادل الآراء حول العديد من المواضيع. لأخبار دار لميا المازمي الشارقة.